احنا الحقيقه يعني عندنا حمل كاذب، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا في الحمل اللي بعده. فاحنا ما كناش عارفين نعمل ايه، ومين احسن منكم مخلف لنا نجمتين كبار، ويا زين ما ربيته ويا زين ما خلفته، يعني القمرتين دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم، اسمع لهم تحيه كبيره. فقلنا بقى نسال، تعملوا ايه بقى مع دودي وايمي وهم صغننين كده؟ كان في حاجات معينه كنتوا مهتمين انكم لازم ان هم يلتزموا بالحاجات دي؟ لا، هم هي دنيا ما شاء الله الموهبه بتاعتها بانت قوي من وهي صغيره، انما ايمي زلنطحيه من وهي صغيره. ايمي دي تشرد، وفضلوا يقولوا لنا ما تفضلوش مهتمين بدنيا عشان ايمي ما تغيرش، ففضلنا ندلع ايمي زياده عن اللزوم لغايه ما هي كلنا بنخاف منها، كل بما فيهم دنيا بما فيهم سمير. لا انا عمري انا بحب اتفرج على ايمي وهي بتتخانق معانا. ليه بقى؟ لا شوفيها لما تقول لها ايه رايك في الفستان ده يا ايمي؟ خناقه بقى. لا ده بلدي قوي يا ماما. بقالكم قد ايه متجوزين؟ احنا بقالنا 3 شهور. طب لسه بقى اوحش على احلى 3 شهور. احلى 3 شهور، احلى 3 شهور. تقول لي انت بتطبخي له؟ انا بطبخ له وبعمل له كل حاجه هو عايزها، بس الاغلب بنجيب برضه. بس هو خاسس على لا خسش مش خاسس. انا لا خاسس والله، صح انت خسيتي. لا انا حامل في 3 سنين، احنا بقالنا 3 شهور بس. 3 سنين علاقه بقى يعني علاقه جديده. لا ما الموضه دلوقتي الدخله بتاخد وقت عشان ومعانا احنا جملي. انت ما شاء الله متجوز رياض الاصابجي. حبيبي يا جميل. طب قول لي يا استاذ سمير، مره كده حصلت مثلا مشكله؟ وربنا طبعا ما يجيب مشاكل، بس مثلا مره دنيا او ايمي عملوا حاجه وانتوا بقى ايه قعدتوا كده مع بعض في الاوضه قلتوا نعمل ايه بقى في العيال دي؟ بص لازم البنات يعملوا حاجات كده، بس حاجات كلها كلام فارغ، بس مامتهم بقى هي اللي قولنا بقى يا دي ست. لا والله دلال شايله حمل ما شاء الله عليها. اكيد طبعا. شايله العال كله. لا هم لما كانوا يحبوا مثلا يخرجوا يسافروا سفريه مع صاحباتهم، فكنت انا بمنع على طول، فهم عارفين ان باباهم مش هيرفض لهم طلب، فيروحوا يقولوا له الاول ياخدوا موافقته قبل ما يجوا لي. فيقولوا لي بقى ايه، عايزين مثلا نروح الحته الفلانيه يا مامي، اقول لهم لا مش هروح. طب وايه رايك بقى لو بابي هو مين راجل البيت؟ وبعدين ايمي لما ارفض بقى ايمي تروح تقول له ايه، يعني انت ما لقيت لناش غير دلال عبد العزيز اللي تتجوزها، تتجوز لنا يسرى ولا ليلى علوي. يعني بتحرمني، انا كنت عايز اقول كده بس ما اقدرش اقول طبعا. لا والله ده هو في احلى من كده. لا والله لا دول القمر والعسل والسكر كله والله العظيم. لا وبعدين دلال ما شاء الله عليها يعني ممثله كويسه جدا جدا، ست بيت من الدرجه العشرة في الطبيخ. الدرجه العشرة بيقول ايه ده؟ وانت بتوافقي عرفتي انك انت افاقه؟ والله ابدا، انا افتكرت من العشرة يعني العشرة العشرة. طب عايز اسالكم برضو حاجه تاني. اسالي بقى. قولوا لي بقى ايه، ودودي وامي كانوا لسه صغنطتين، ما جاتلكوش فتره كده انتوا الاثنين كان عندكم شغل وافلام وحاجات وما بقتوش عارفين تعملوا ايه؟ كتير، بس انا بقى ربنا كان انعم عليا بوجود ماما الله يرحمها. الله يرحمها. هي اللي كانت قاعده معانا على طول، وهي اللي مربيه دنيا وايمي. حتى لسه بقول لدنيا عشان اصبرها وهي مسافره للمسلسل، بقول لها ايه دنيا ما انت كنت قد كايلا كده واصغر كمان، وانا سافرت انا وبابي ورحنا قعدنا في امريكا 40 يوم. قالت لي بس كانت في تيتا موجوده، انما هنا حقيقي هنا دي الحمل بركه، مش قاعده زي تيتا وتاخد بالها من كل حاجه. برغم انها كانت قاعده يروح السنين الاخيره ما بتتحركش، انما عينيها واخده بالها من البيت، واخده بالها مش شغاله، واخده فعلا ربنا يخلي كل الامهات اللي هم يا رب. نرجع لدنيا وايمي بقى. كانوا بيعملوا مشاكل في المدرسه؟
ما تسيبه من دنيا وإيمان، ما انت معك دلال وسمير. ايوه لا بس برضه هو استنى ما طمنونا عيالكم. احنا بنتكلم عن التربيه. لا هي عيال ايه انت مش عارف ده ممكن نخلف ايه؟ ديناصورات. لا في المدارس هعرف اقول لحضرتك. انا فاهم فاهم. اولا دي هتفضل تخلف مش هتسكت. بو 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 مجموعه بينزلوا مجموعه. انا هتجيب لك مجموعه وانت ناقي اللي مش اللي مش قوي تدخله تاني ارمي يرجع تاني لفوق. بس هيطلعوا شيله برضه في الموضوع ده بقول لحضرتك عليه زي امهم. ربنا يخليك يا رب. لا هو دنيا وايمي في المدارس مش عملت مشكله مصيبه. لا دنيا من ساعه ما دخلت الحضانه وهي في مدرسة واحدة يعني عند ماما نوالد دجلي مستقرة من حضانة ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة بزمايلها وكل حاجة. انما اني بقى كل مرحلة في مدرسة ليه؟ ايه السبب؟ تكره المذاكرة يعني مصايبها كتير تكره المدرسة. دي عملت مرة فيها فصل وهي في ابتدائي في ثالثة ابتدائي وكانت صغيرة كده ومامي مغص شوف يا ماما اقوم قلقت عليها بطنك بتوجعك من ايه يا ايمي؟ اروح في الحوض ابص الاقي كانها مرجعه يعني سوري كانها مرجعه حاجه صفرة كده اقول لها ايه فخلاص يا حبيبتي غيبي. قعدت على كده بتاع اسبوع 10 ايام وبعدين مره قبل ما افتح الحنفيه بشم كده لقيت ريحه حلوه قوي برتقال ايه البتاع ده؟ جابت كريم بتاع الشعر بتاعي وكانت بايديها صغننه كده تروح ماسحه الكريم وحطاه في ده ايه ده؟ ايه التخطيط ده؟ كريم اصفر كده لون ال ما شاء الله ما سقطتش ولا سنه. ما شاء الله بس كانت بقى ابتدائي عند ماما نوال وبعدين راحت نارمر وبعدين راحت مصر اللغات ما عادتش سنه ما وبعدين الجامعه هي طالعه لي انا في دي. انا كنت نيله يعني في الجامعه كان الدكتور في الكليه يقول لي والنبي احضر عشان خاطر يعني طب تعالى يا احضر هنجحك هنجحك. اقول له معلش يا دكتور النهارده انا يعني مش المود. مين اقرب لك بقى دنيا ولا ايمي؟ والله استحاله تقول لي يعني يعني كل واحده اكتر من الثانيه اقرب ليا اكتر من الثانيه. ايه طبعا دي ست الكل جوه القلب بس ما ده عشان النهارده جابونا الاثنين معلش عديها النهارده. طب انا عايز اسال مدام دلال طيب دنيا بقى وايمي مين اقرب لك؟ ما هو كل الناس بيقولوا ان دنيا شبهك. شبهك ايمي على فكره ابتدت تبقى شبهك. ايوه صح ابتدت تقلب الايام دي تبقى شبهك. لا بس دنيا ودنيا شبهك وانا صغير وانا عندي صور وانا بيبي كده واخده كتير من وشي فعلا دودي. تصدق بقى ان انا ندمانه انا ليه حشت نفسي وما خلفتش تاني؟ صح ليه؟ مش عارفه ليه؟ والله غلطان يعني كنت لسه جبتوا لنا بقى صغيره والله احلى بنتين في مصر كلها احنا بقينا مبسوطين. مليون واحد يشوف الفنجان او يشوف الكافي يقول هجيب ولد. انا كان نفسي في ولد على فكره بجد؟ طول عمري من وانا صغيره من قبل ما اتجوز احب الصبيان جدا. طب كنت تفتكري هتفرق ايه تربيه الولد عن البنت؟ لا هو بيقال ان الولاد اصعب بس انا شخصيا يعني بحب الولاد وهم صغيرين اكتر. كما عندي موضوع تاني. عندي ابن اخويا انا اللي مربياه يعني ومتربي معانا بعشقه. طب انا اسالكم اسئله كده وتقولي لي بسرعه دنيا ولا ايمي؟ ماشي يا دي الحوسه. هو هنفضل الحلقه كلها لا لا هي عن التربيه بقى مش احنا جايبينكم عندنا عشان تقولوا لنا نعمل العصاية دي لا لا والنبي لا والله لا خلاص اخر حاجه قولوا لنا مين اكتر فيهم عصبيه اكتر؟ ايمي. ايمي ايمي. طيب مين بتحب الحيوانات اكتر؟ ايمي. ايمي. الكلاب عامله لكم ازمه؟ يا بس ما تفكرينوش حتى بعد ما اتجوزت. انت عارفه لو اتكلمنا عن الكلاب دلوقتي وهي شافت الحلقه دي انا ودلال يومنا مش فايت. ورا البيت. لا دي راحت انا حكيت الحكايه دي قبل كده راحت لما اتجوزت دلوقتي وقاعده بقى في بيت حماتها هم لسه شقتهم ما جهزتش فهي وحسن في بيت مامه حسن فعامله على تليفونها كاميرا بتراقب الكلاب عندنا في البيت فبتراقبنا بالتالي مامي تطلبني في التليفون مامي انت حابسه الكلاب لغايه دلوقتي ليه؟ انا في صاله كبيره كده وعامل سلسلتي الافلام تلفزيون كبير قوي وقاعد بقى حاطه لي الكاميرا كده على طول في الحته السويده بتاع شغلانه الساده الكلاب بيعدوا من قدامي لو عاملين جرايد يجوا يعملوا البيبي بتاعهم
حلو جنبي هي متابعاكم. نورا بصي هي متابعاكم. حسن قال لي وانا اتجوزت رئيس المخابرات. طب حضرتك انا خايف ليه تكون عامله لي كده بقى بتراقبني بالتليفون. طب احنا النهارده بنتكلم عن التربيه. قولي لي بقى يا ديدي النصيحه وحضرتك طبعا بقيتي ما شاء الله دلوقتي تريد مارك الامهات كلها عايزين يعرفوا انت بتعملي ايه، فقولي لنا نصيحه ازاي نربي ولاد وبنات يطلعوا طبيعيين وحلوين وشاطرين كده وعسولين. هو الحب والحنان والصدق. يعني ده لازم ده من صغرنا كده اللي هو يبقى فيه دفء الاسره دفء العيله. يعني تحس انك انت ما بين يعني ناس سلام، مفيش نفسيا مفيش ضغينه. من الصغر يتعلموا ان مفيش كذب، مفيش يعني خيانه. صح. في حاجات كده بتتاسس في الواحد من صغره. الحاجات دي انا اتعلمتها من امي وابويا الله يرحمهم ومن مدرسيني في المدرسه. دنيا ما شاء الله يعني هي دلوقتي طبعا بقت سفيره في اليونيسف طبعا كلنا بنقول لها الف الف مبروك ما شاء الله. فانا فعلا سمعتها ان هي بتقول ان انا عمر ما حد مد ايده عليا في بيتنا، وهو ده اللي هي بتساعد ان هي عايزه تعمل كده. وبتقول ان هي اهلها طول الوقت كانوا ما شاء الله ايجابيين معاها وطول الوقت بيساعدوها. وحتى قالت على حضرتك ان حضرتك عمرك في حياتك ما استهترت مثلا بموهبتها او قلت لها لا خلاص ذاكري شويه، لا طول الوقت انت مقتنع بيها وحضرتك كمان. ده حقيقي يعني عارفه، حاسس ان انا ما اقدرش اضايقها، ويوم يوم احس ان انا زعلتها في الحته دي ما نمش حبيبي ما يجينيش نوم لحد ما تاني يوم هي بقى تقول انا متاسفه يا بابي وبتاع حاجه كده. ده هي ما شاء الله بتعلم كيلوله صغننه كده ان لو زعلتها تقول لها سوري مامي يا حبيبتي ما شاء الله ربنا يا رب يحميهم يا رب كلهم. فانت لو جبتوا عيال سوري وبالقلم على حسب الحجم. طب موضوع بقى دنيا وايمي، فان انتوا كنتوا مشهورين وكده، كان في مشاكل في التربيه مع توجيهكم؟ حافظت عليهم ازاي؟ لا بالعكس، هم ما يتاثروش بده. اولا هم من صغرهم وهم مشهورين بقى ان دول ولاد سمير ودلال، وفي المدرسه بقى اتعرفوا على طول وبتاع. بس هم كانوا بيتعاملوا وهم نفسهم يعني شايلين من حكايه من دماغهم انهم ولاد مشاهير وبتاع. والحقيقه ان الناس فعلا كلهم لما بيحبوا حابين فنان، فهم الناس كلها عشان بتحب سمير غانم اكتر. صح. فعارفه فالحب ده بيتنقل لولادهم على طول يعني. صح. وخصوصا ان هم مؤدبين وظراف فبيتحبوا اكتر يعني. طب يا استاذ سمير انتوا ما جعتوش؟ طب جايبين ايه؟ عاملين ايه؟ اقول لك لا دي مفاجاه. شيماء طبخه بقى. لا ولا ايه طبخه ايه؟ شيماء دي لا دي من غير حاجه تتعلم الطبيخ. طب لو فاضيه يوم في الاسبوع تعالي اجيلكم، انا عارفه ان في ازمه. هتروحي يعني توجيه دلال عندها استعداد وعملت حاجات، بس انت وجهيها شويه. بصوا انا عايزه بس اقول لكم على حاجه الاول، يعني انه قبل ما اروح اجهز لكم الاكل انا مجهزه لكم فيديو صغنن كده من شهر العسل بتاعنا ومدوجي، هوريه لكم على ما اجهز لكم الاكل. الله. ماشي ده حلو قوي. ماشي يلا ماشي. نشوف هلو هلا اوكي اوكي. السلام عليكم، دخلنا عليكم بالصلاه على النبي. السلام عليكم. Okay, the girls are ready, okay. And you are going to do, take care of them for the next 3 days. Sure. So they are 11 and 9 years old. Yes, and you should not have any problem with them. No okay. problem. The only thing is that they need to finish their homework. Okay. Sure. Me and my husband love kids more. And I am pregnant. اوه لسه اصبري. انت ما تخافش من حسن، ما هم الناس جايبين لنا بيتهم، هو بيتضايقوا ما خافوش من حسن، قول لاصحابك فرحهم. اصبري بس اصبري.
Okay, and do you know how to cook anything for the kids? I am الشيف الشربيني. كده. No, don't know شوشو. I amazing. Make محشي. Do you know محشي? محشي. Yeah, Egyptian food, amazing. كل. كل دان دهوت. Don't worry about your kids. In my eyes, don't worry. يا حبايبي. يا اختي على الحلوج. Hello. This is Melfia. Hi. Hello. Hello. تعالوا بقى. أنا تنتي جوجو. ممكن تقولوا لي يا شوشو عشان ما تكبرنيش انا لسه صغننه يعني كاني اختكم. Your names again please. شايمة. Can you see شوشو؟ Say شوشو. شوشو. خلاص. مادي. Can you see مدودي؟ مدود. مدودي. مدودي. Okay. Nicknames. Okay. We have fun. We made your homework. Yeah. And a little have fun. And sleep. To your mom and dad come. Okay? Okay. I love you my kids. بنتي يا إيناس. واحد فين البنت دي؟ Can you help me with the homework? عايزة إيه يا أختي؟ تعملي إيه ده؟ إيه اللي what are you doing? Do the homework. Homework؟ يا حبيبتي العلم في الرأس مش في الكراس والواحدة مستقبلها في دماغها وفي شكلها وفي وسطها. أنت يا بنت أنت شكلك كده إيه؟ أمك مش معلمك حاجات كتير. عندك ميك اب؟ Do you have a makeup؟ Yes. وريني. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه ده؟ What is this؟ ده روج؟ انتوا الروج عندكم شفاف؟ وده يعمل ايه؟ حبيبتي ده الروج اجو بتاعكو؟ يا ماما الحاجات دي ما تنفعش. بصي يا حبيبتي لازم تحطي لون فاقع عشان يبقى ملفت النظر كده، اول ما الواد يشوفك يحس ان هو مبهور. لايك ذيس يو اندرستاند مي. اوكي استني انا بقى هروشك. بصي لايك ذيس كلر ذيس فوشيا موفا. البق كل ما يبقى كبير كده اعملي كده. عملتلك رسمه بق هايفا. دو يو نو هايفا؟ ات از ميجا ستار. وبصي بقى لازم الرجاجو يبقى حاجه غامقه. تعالي كده استني كده اما اجيب الاضاءه عليك عشان اعرف اظبط لك الكونتورنج. الله شوفي شوفي كده تبقي كده ايه كده. بصي يجنن هو ده الشغل. يلا do you know dance? Do you love dance? ايوه كده اصحي معايا. اب منسيه يا بنت منسيه تعملي ايه؟ خلصت المواعين؟ خلصت غسيل المواعين يعني مرشتيهم؟ بتعملي كده ليه؟ فينش ديشز؟ يس اوكي خلص. خلصي بقى الووشنج ده واعملي لي سندوتش جبنه نستو. بتعملي كده ليه؟ نستو جبنه نستو شيز جبنه. okay. جبنه يو دو ذس اوكي. اي وونت ات هوت. عايزها سخنه مقرمشه يعني سخنيه. اعملي سندوتشين اخلصي بس يلا واعملي ليهم بسرعه. وريني نوع الجبنه كده منسية شيز. ماشي اوكي اوكي دو. وريني كده بتعمل ايه. بتحطي حتة صغيرة. حطي كتير الوت. يس سخنيه شوية بقى.